شهيد الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وسعيدة. وأنا سعيد أن ألتقيكم في أولى حلقات سهرتنا زهرة الروض، نتنسم عطر وشذى أغنيات خلدت في وجداننا وأمتعتنا وما زالت تأخذنا إلى عوالم من التطريب وقمة الإحساس الراقي. كلمات كل ما تقادمت عليها السنوات زادتها عتاقة وجمالا، أحببناها وتوارثناها جيلا بعد جيل. موعدون مشاهدي الأعزاء بدرر من أغنيات الحقيبة عبر هذا البرنامج. أولى الحلقات اخترنا مشاهدي الأعزاء أن يكون حضورا بيننا شاعر أسهم بكلماته وبألحانه بصورة كبيرة في ترقية الأغنية والذوق السوداني من خلال كلمات وألحان جميلة. وكرمناه مشاهدي الأعزاء بأن أطلقنا اسم هذه السهرة زهرة الروض. شاعر الغناء الكبير عليه الرحمة والمغفرة الأستاذ عمر البنا. نسيم العليل زاد وجدي وما عيني أصبح قليل قليل يا سهرة الروض الظليل جاني نسيم العليل زاد وجدي وما عيني أصبح قليل قليل يا زهرتي بك جاني ليل حربي الدليل زاد وجدي وما عيني أصبح إمتى أراك مع الخليل وأجلس أمامكم خاضع ذليل زاد وجدي وما عيني أصبح قليل قليل يا وأقول حلال صفي القلب القدر جليل زاد وجدي كيف لا أسهر وأكون عليل أنا في الثرى هو في الإكليل زاد وجدي وما عيني أصبح قليل نسيم العليل زاد وجدي وما عيني أصبح قليل يلك عفافك دايما زميل زهر الخميل زاد وجدي لو مر نسيمك على لو مر نسيمك يخلي العالم طربا تميل زاد
جليل يا ضفني جانتي مع النسيم العليل زاد وجدي وعيني أصبح قليل فالكحيل يا صدرك عالي خصرك نحيل زاد وجديد وعيني أصبح قليل وناي في الدنيا وناي في الدنيا أرى شخصك لكن مستحيل زاد صباح قليل قليل يا زهرة الروض الظليل جاني طيبي مع النسيم العليل زاد وجدي نوم عيني يا صباح قليل قليل يا جسمك هزيل وجمر الغرام كل عضاك نزيل زاد وجديد وعيني أصبح قليل لو ما بخاف عزل الرزيل كنت أوصلك كل عينك هزيل زاد وجديد وعيني أصبح مع النسيم العليل زاد وجدي وعيني أصبح قليل روض الصليب جاني طيب مع النسيم العليل زاد وجديد وعيني أصبح زي ما قال أستاذنا إدريس البنا برافو عليك. وحقيقة الأغنية عمل إدريس الأغنية يعني يمكن الناس بتحبها وحتظل تحبها. الأغنية دي سرها شنو؟ سرها إنها من تأليف الشيخ عمر البنا. نعم. الشيخ عمر والزملاء بتاعنا عمر من الشعراء إبراهيم العبادي الدرادي وهذه شاكلة من الشعراء كانوا يتساموا عن أي نقص في أي شيء ويتسموا بأسماء قد لا يكون لها وجود أو خيال أكثر من أي شيء آخر. وهذه الأسماء يأخذونها من الحفلات جميع شعراء الأغنية كانوا يأخذوا الأسماء والمسميات دي من الحفلات التي يقيمونها في أم درمان وأنسجوا عليها شعر وألحان راقي جدا. وهي إذا ذكرنا زهرة اللورد زريدنا أنا متأكد هي لما سجلت في عام 30 في مصر ورحل مولانا شيخ عمر البنا. أنا نشأت في أحضانه. أنا كنت 5 سنوات أو 4 سنوات لما راح 30 إلى القاهرة
يسجل زهرة الغرود الأخير وخاجاته. مؤكد في المشترك القطار الذي رحل بهم إلى القاهرة كان اللحن اللي أنت تقوله فوقه ده وهو بيقول فوقه في ذلك الوقت في ذلك الزمان وهو متجه إلى القاهرة قبل ما ينتظروا يدخل في القاهرة ويبدوا يتجهوا مع الجماعة بتاعنا التسجيل في القاهرة. أيوة في ذلك الوقت. فأنا تعمل لي ذكريات راقية جدا لأن عمر البنا لما رجع من ذاك أنا كنت زي 5 سنوات ونزل لي بملبوسات شايلة وجزمة لازلت أذكرها وأنا عمري 5 سنين وهو راجع من هذه الرحلة التي سجلت فيها زهرة الروض وغيرها وغيرها. تصور أن هذه الأغنية التي يحبها الشعب السوداني الآن عمرها 84 سنة 84 سنة ولسه بحبها ولسه بحبها. ده السر الغريب في الشعب السوداني ذاته. يتمنى أن يستمر أكثر من ذلك ولكن الساعة قائمة ما في وقت. أنا بحييك وحارجع لك لهذه الأغنية الجميلة وللأستاذين عاصم واللمين ويمكن أول مرة يمكن تجتمعوا مع بعض في سهرة ولا شنو اللمين؟ والله من زمان بعيد جدا طولت شديد بعيد يعني عاصم يمكن في بداياته اشتغلنا شغل سوا لكن بعد ذلك ما شاء الله هالرجل شقة طريقه عنتيل يعني نعم ليكم سنين نحن نرجع لكم بعد ما ناخذ فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود لنتواصل. برحب بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. عاصم يعني الأغنية دي يعني قبل أنت ما تغني لنا أنا شايف الشباب الناس يعني من الجيل الثلاثينات لغاية الآن الناس بتحبها وأنت واحد من الناس اللي يمكن يعني غناها بصورة جميلة. الأغنية دي ليه هي عاجبة الناس كده من وجهة نظرك؟ يعني يمكن سمعنا كلام عمنا إدريس. والله أنا أستلف من كلام عمي إدريس إنه الناس في فترة الحقيبة هم كانوا دقيقين جدا في صناعة الأغنية. هي ليست صناعة يعني لكن مجازا نقول صناعة في يعني في صناعة الأغنية من كلمات لتلحين لأداء المقومات الأساسية بالنسبة للأغنية. نعم فالكلمات يعني في الجيل اللي ذكره عم إدريس من شوية ربما تكون عيبة لو أنت عملت كلمة ما في محلة ضعيفة بيضحكوا بيك ما داعي اللي يقول أنا حضرت الزمن ده تتكلم كأنك كنت قاعد لكن يعني حسب المتابعة والسمع واللي عرفنا والقرينا وكده يعني عرفنا إنه وغير كده ده هو أكبر دليل لإنها هي استطاعت إنها تصل للجيل الحالي. ليه؟ لأنه لا يصح إلا الصحيح وهي قاعدة يعني كأنه هم صنعنا للجيل ده لا هي صالحة ما الجيد ده بيقعد نعم. يعني انت ممكن تجيب قطعه بتاعت رخامه تصنعها كويس تعيش 200 سنه يعني انا يمكن قاصد لك يعني. انه هي ذاتها لما تصنع زي ما قلت لك بالمجازا هي فيها العنصر البغاء للامد يعني للفكره ما جيد للشيل فيها لا يصح الا صحيح, صحيح. نعم فالاستعجال في انه نحن في يعني الزمن ده الاغاني ذاتها يعني مثلا سته تلقى الاغنيه بتاعت الحقيبه ممكن يكون فيها 7 أبيات 10 كوبليهات مربعات يعني الى اخره وزمان كانوا بغنوها كله وبيصروا على انه يعني تتوثق كلها بفهم انه الناس كانت ذاتها بتعاين للمعاني والخيال الموجود في الشعر والتفاصيل يعني بيعرفوا الحاجات الصغيره الصغيره الموجوده. استاذ محمد يا ربنا يديه الصحه والعافيه يعني دائما هسه يقول لي يا خط غناكم ده غناكم بقى زي دعايه البسكوت فالزمان الاغنيه عندها مقومات اذا انت انا عم ادري اذا مره علمني حاجه كنت بشتغل معه في الترجمه بيعمل في الحاجه دي فذكر لي 5 أضلاع تقريبا بمقومات هي أغنية الحقيبة اللي هي الرمية عم إدريس الكلام ده أنت علمتني يعني الرمية والعصاية وفي الشعر العربي بيقولوا الحشو اللي هو البيت الشعر الداخلي بعدين الكسرة اللي هي دي نهاية الأغنية بعد في تاني الهيللة دي تفاصيل كانت بتتعامل كلها هي إشارات للبنت اللي بترقص
على اساس انه يعني تستعيد من الاول عشان يعني لما تجي الرميه تقوم ترقص على التقيل على الخفيف, بعدك خشت الاغنيه لما تجي الكسره بترقص رقصه خفيفه, لما تجي الهيله يعني ابي تمشي اقعدي. يعني الخمسه حاجات دي بتكون ده كده. هسه الليله احنا اثنين ما عندنا طوالي بس طيب بس عندنا تعالى انا قصص. نعم لو سمحت لي. نعم اغنيه الحقيقه ذاتها هي يعني ملأة بالمسل والاخلاق. نعم حاجات بقى تحس يمكن نظريه اكثر مما مطبقه في الشارع. يعني مثلا يعني عمر بنا غنى في الطيف او في الصحيح زورني نسيم الروز زورني الماسيا, وانا كله بتاع زول يعني بيشتاق لحبيبته من خلال احلام امنياته. نعم الحاجه حسها موجوده. نعم ولذلك الاغنيه مدى قصير جدا. بعدين كل الشعراء الحقيبه هم خريجين خلاوي القران. نعم يعني نضر الشعراء ابو صلاح استدل بايات كثير جدا في القران. نعم في شعره دي الحته دي احنا بعدين حنتكلم هي دي تربيه ما سوى. نعم دي تربية. دي حاجه مهمه جدا في النجاه وحنتكلم معاه. نعم. عم عمان ادريس. نعم. لكن ان احنا هنميزه من حاجه اكثر. نعم الالحان الجميله. نعم هي كلمات يعني واللحن العاصم واداء يعني لحن غالب قوي جدا. نعم ويتقبل اي تطور موسيقي. نعم ولذلك الشباب يمكن بيحبوا اللحن اكثر من الكلام. يمكن ما يفهم ممكن. نعم لكن اللحن مؤثر جدا. نعم طيب احنا هنسمع شنو من العاصم؟ والله طالما كان البداية الكلام في الغربة ومصر وكده. نعم. نقول يمتى ارجع لمدور وعودة. يا سلام كلام جميل. ونخلي عم مدريس بعدين الدنا يعني اتكلم عنه. نعم جدا. نعم تفضل.
أشوف رجيم يضوي بين فصولا رحب بكم تاني مشاهدينا الاعزاء. عاصم اغنيه جميله واديتها بطريقه جميله زي ما اللمين قبل شويه قدم لنا، لكن الاغنيه دي يعني بتدي احساس من كلامه انه هو كان خارج السودان اعتقد ولا خارج امدرمان. والله انا سمعت كم روايه لكن لا يفتى ومالك في المدينة. نعم ده كلام جميل. عم ادريس الاغنيه هي بتتكلم عن العوده لامدرمان. وده بيدي احساس انه هو الاغنيه دي نظمها هو كان خارج امدرمان ولا خارج السودان؟ لا خارج السودان، خارج السودان برضه. نعم في نفس الزمن الذي سجلت فيه زهرة الرجل اللطيف انت رجع مجموعه يعني. نعم وهي تثير في الانسان شجن غريب جدا. انا هسه رجل عجوز اجتمع ربنا امتى؟ ارجع دي السؤال كانما السؤال يسأل كل انسان عايش في تلك الفتره. نعم انا حصل لي حزن اكاد ابكي والله. يعني انت هسه جاتك صوره القديمه الصوره القديمه اللي لا يمكن ترجع. نعم لكن ارجع نعم لمدور وعودة العباره دي انا اثرت فيها حزن شديد جدا. نعم لانه لا اجد اللي انا كنت عايشه وشايفه وقتها. وربما اتمنى يعني اللحن عمر البنا يمتاز بحاجات عجيبه جدا الناس ما بيعرفوها كثير اللي هي اللحن مع الشعر متمكن اختياره للشعر واللحن. يمكن اختار لحن ذاته لاكثر من قصيده. نعم كما حاصل في انا قلت الامين قبل شويه. ايوه يعني في عنده الاداء امين برهان بتاعت عين وينتقل المنام. ايوه لا لا ذكروا يعني وانت الشيء ابو من انا اللي اعمل نفس اللحن. نعم في سايم الليل للحبيب مني هالكلام نفس اللحن يكرروا مره والثانيه والثالثه بشعر يختلف غايه الاختلاف. نعم. ودي ما موجوده كثير جدا عند المشعرة. طيب وشعر النسيم وشعر العيون وشاعر كذا وكذا 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 كل والالحان اللي عنده الالحان. انا واحد من الناس بفتكر انه اللحن بدونه هو ما بتتعامل اي حاجه. بيت القصيد بالنسبه لي ناس التراجم. نعم. كل اللحن اللحن هو بيت القصيد. نعم نعم انا 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 عم بدريس داير اضيف حاجه لكلامك ده. يعني اذا سمحت لي تفضل. يعني انه من ام درمان هي ما فكره اصلا، هي فكره ام درمان فكره عايشه جوا وجدان الانسان اكثر من انها هي مدينه. نعم فبالتالي يحصل فيها التنوع ممكن يكون حاصل. نعم لكن انت هسه عم بدريس ربما تكون شايل ام درمان كفكره في ذهنك وفي عاطفتك. لك ان تتخيل انه عمر البنا ده ربما كان يكون في مصر مثلا، في مصر مثلا ممكن يكون في مصر او يكون في اي مدينه اخرى كان متغرب عن ام درمان. فكون زول يقول كلام بالصدق ده منادي ويناجي ام درمان وهو في عاصمه اخرى. لك ان تتخيل ام درمان جماله في تلك الفتره واللحظه. نعم حكايه يعني انت كمان استصحب الكلام ده في راسك على انه في ماذا تعني ام درمان في الوقت وكان فيها شنو. انا قبل ما امشي لمين دار ارجع لاسره اهل البنا. يعني لو لاحظنا في تاريخ السودان الناس ما تفتكر هي شعر ولحن بس. لا هي تاريخ كبير وعريض ومؤثر في تاريخ السودان. نعم. سياسيا اقتصاديا فنيا رياضيا في كل المجالات. نعم. يا ريت نتكلم على النجأة وهذه العائلة الكبيرة العريضة. والله العائلة الكبيرة العريضة مربوطة بناس قدام وبدين قوي وبروحانيات ما سهلة أبدا. نعم.
والأسرة تنتمي للجعلين أولاً الحاكمة شمال. نعم. وإلى أولاد جابر وإلى الشيخ صغيرون وإلى العركيين وإلى الرفاعيين وإلى يعني ما مربوط بكل القبائل اللي في دان الحلويين أهلك. نعم. طيب. نعم. الشكرية. والشكرية وكل القبائل عندها رباط بها وكل الأديان عندها رباط بها تمشي المصوبة تلقاهم تمشي هناك اسمها شنو طيبة تلقى نعم. تمشي الشكاية تلقى طابة تلقى الشيخ الغرش والدزين الشيخ الغرش والدزين حقهم نعم. ما في حاجة مربوطة بالأصل الأصول العربية السودانية أو قيادت هنا الأديان الهسة المتمسكة النادل مع بعضها نعم. إلا هذه الأسرة لها علاقة بها الكبيرة هذه الأسرة يعني كلمت عوزان تتفتش تلقى البودر البرعة جزء منها نعم. تلقى الشيخ فاتح قريب الله جزء منها الشيخ محمد الأمين الغرشي أيوة الغرشي نعم. أبو الأجزاء نعم أيوة. يعني كل الشخصيات الكبيرة الموجودة نعم بصمتها واضحة وبارزة في زي ما قلت أنا قبل في كل المجالات نمشي للمين اللمين نحن يعني يمكن دارين نسمع واحدة من الأغنيات يعني أنا قبل أغني نعم عندك تعليق يعني قبل تكلمنا عن عمر عمر طبعا ما سوى يعني قبل أن يكون شاعر هو مغني وغنى قبل كرومة غنى قبل كرومة نعم وسجل أسطوانة موجودة اليوم في الإذاعة اللي هي وصف الخنتيلة كلمات أبو صلاح هو لحن أبو صلاح وصف الخنتيلة ولحن له حين يا قمر يا ربيع في روض الزهور ولحن لي أحمد عارف تقرأ اسم مرضان باكي فاقد بدري اي مرضان باكي فاقد مرضان دي لحن لي ابراهيم عبد الجليل نعم فيعني لما جاء كروما هو حس انه كروما رايل يعني عنده صوت بيقول صييت صوت جميل حقيقه كان بيقول صييت كان بيقول الكلام بيقول صييت اي نعم صييت ونحن يمكن يعني عايشنا عمر عمر اخر ايام انا وعاصم الاثنين عايشنا وما تفتكر يعني انت شفته مش انا عاصم مش عارف خلينا نعم قريب اي وتوفى 89 89 فانا الشيء اللي حصته في كل غنى عمر عاصم انت الوقت ده موجود ولا كنت في 89 89 لا انا سير قدر اصدق عليك الحاجة اللي حصلها نعم يعني وبالذات اخر غناء والحيرته انا يعني هو نشأته يعني نعم عمر بيدندن باللحن ويكتب على النص يعني بدندن اول نعم ويعمل يعمل الشير على اللحن اللي نعم. ده باكد انه هو اساسا هو مغني ولذلك انا مقتنع بانه كل غنى عمر بنى الحانه يمكن يدريش هذا الكلام ده حتى الغناء كروما حتى الغناء كروما هو قال لي كروما ده راي السمكري فنان انا بدي لحن سمكره يعني بديه كلمات ولحن هو يقوم يسمكر له يقوم ما راي فنان نعم راي فنان نعم يعني. نعم ولكن يعني غنى لابو صلاح كروما غنى لابو يعني صلاح لحن يعني وضح انه راي انه ملكه بتاعت الحين فعلا نعم نعم غير فارق انا سمعته في الاذاعه انا اشهد على جمله ايضا نعم من ده انا والله مره في سمعت لي حلقه قدمها استاذنا عوض بابكر ربنا يديه الصحه والعافيه يعني فضلت مساهر الليل كله للصباح ما نمت الحلقه كانت ما بين موجوده في الاذاعه يعني ما كان بيتكلم فيها جد عمر معه الأستاذ عبيد عبد الرحمن وبيقدمها أعتقد محمد سليمان نعم. فهو شخصيا أيوة يعني كان يشهد فيها عبيد عبد الرحمن قال إنه كروما وإبراهيم عبد الجليل كانوا بيشيلوا مع سرور ويختلفوا معه فقام جو على اساس انهم هم خلاص يعني تفرتقت الشله الجوغه دي هاي وانه قال جوني انا عملت لك روما يا عيني وين تلقي المنام وعملت مرضان باكي فاقد لابراهيم عبد الجليل اتبنى نعم حقيقي يعني نعم. كنت بس بفكر في انه يعني الفكره ذاتها يعني بتاعت انك انت تتلقى شوف من سرور يعني سرور بيكون علم الاولاد الاصغر منه ديل هذيل بالنسبه له ولادات سنا يعني فشوف بيكون علمهم كم وكم من امكانات بتاعت اداء يعني والى اخره ويجي يقول يعني برضه هو عمر البنا في الاخر برضه تلميذ ابو صالح نعم ده كلام جميل نعم سرور طبعا غنى بكر وما سوا طيب دي احنا حنجيها انا حغني اغنيه حين يا قمر دي كلمات انا داير اني عم عمر لحن لاخرين غير لاخرين نعم عشان نثبت انه غنى عمر البنا كل لحنه وفي اخرين لحنوا له ايوه او الشنبات مثلا نعم هو اداهم غنى غنوه ملحن منه
وهم أخذوا بعض الأغنيات ولحنوها بطريقتهم زي حبيب لا تهجرني. نعم صحيح. فس أنا هغني حين يا قمر. حين يا قمر دي كلمات. كلمات الشاعر صالح عبد الشير أبو صلاح. والحان. والحان. عمر بن محارب. قاعدين نسمع. نعم. ليا عاد حين يا قمر حين يا قمر أو في ليم عاد منام خاصمني ليا عاد حين يا قمر جفاك شقو ونظرتك سعادة حين يا قمر قلبي دور نظر لك حسادة دون حلي تضوي خلق سادة الشعر سلمت ليلة إرادة حين يا قمر أو في ليلة عادة منام خاصمني ليلة عادة حين يا قمر وصل مدادة السهام زايني اشتدادة يا روحي هل تدري بعدادة حين يا قمر يا قمر في ليل عادة منامي خاصمني يا صاحب السيادة قليل مراهن من العيادة أرجوك يا صاحب السيادة قليل مراهن من العيادة أرجوك يا صاحب السيادة قليل
وللمراهل من العيادة هني يا قمر. برحب بكم مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء، وبرحب بضيوف الأعزاء داخل الاستوديو. وأخ عاصم يمكن قبل شوية عمنا إدريس يتكلم عن إنه يعني كان لحن واحد يمكن كم أغنية. أنا دا أعرف الشيء المتبع، يعني هل ده بيعتبر شيء إيجابي ولا سلبي؟ أنا عندي أصدقاء كنا بنتونس في الونسة دي قبل كم يوم كده، صدفة الليلة عم إدريس ذكر الكلام ده وأنا عجبتني يعني الحين جيت زولي نعم عرضت كلامي يعني نعم أنت سألني أنا نعم أجاوبك أنا في الحتة دي في الحتة دي أنا حضرتها عمر بيعمل في القصيدة الثانية بتاعت أنا سايم الليل ليل حبيب وكروم جنبه عمر صاحب اللحن كروم كان بيشيل معه في عن قريب قصير وباعد برا وخدت راس ايدين وفي راس ايدين فاللحن ده مطابق لذاك والاثنين بتاعته نعم ممكن يكرر ثاني ثلاثة أربعة قصائد بنفس اللحن اي نعم وغير مرفوضة في اندرمان كل الفنانين ياخذوا الالحان دي ومعظمها كمان من المدايح المدايح عندها تاثير عندها خلفيه كثيره جدا طيب انت بتفتكر ده شيء ايجابي ولا سلبي يا تو انه اغنيه لحن إيجابي واحد ايجابي جدا لانه اول حاجه لحن جميل ومختلف على الاقل النوع من التنويع نعم خصوصا لما يكون جديد. الشعر زي القصيده اللي انت قلتها دي نعم انا سايم الليل الحبيب مني هكلا ديل الجماعة ديل بعرف الحكاية دي أكثر من أنا عاصم رأي نشوف عاصم رأي شنو طيب أنا عندي رأي شوية فيه اختلاف لا فيه حتة تفصيلية يمكن تكون تخصصية شوية نعم أول حاجة كلام عم إدريس ده أستاذنا بشير عباس ربنا يديه الصحة والعافية من أكثر الأغنيات العجباه في الحقيبة بيفتكر إن يعني كل ما يلاقين إن يتلاقى في حتة بيعزيفها لا أغنيها له بس هاي مليل زيدين يفتكر إن هذه أغنية فيها لحن تركيبته ما حصلت يعني ليوم الليلة مش الوقت ده ملحن يعني ده ملحن زول فنان يعني لكن لما نرجع للكلام بتاع مدريس الأولاني بتلقى إنه من هم يعني أنا بعتبر إنه دي الناس ربنا كرمهم يعني أداهم إمكانات أعلى شوية من البشر اللي هم بيكتبوا الشعر ويلحنوا ويغنوا نعم فعلى رأس هذه القائمة في المية سنة المضت بتلقى خليل الفرح نمر واحد نعم البعض طوالي بتلقى مثلا عمر البنا الاثنين دي بعد عمر البنا نطينا جينا لعبد الرحمن الريح فترة طويلة جدا ما بين إلى مسافات يعني في حسب المراحل السنية تسلسل يعني تيجي مثلا أستاذنا عبد الكريم الكابلي مثلا اللي بينسج الأغنية ويعني إلى حين ويغنيها المدرسة اللي بتصنع الأغنية من خلال لحن يعني اللي بيتركب الكلام على اللحن أنا بفتكر إنه أول زول عمل اللحن ثم قبل الكلام عمر البنا حتى بعد كده جات مدارس بمارقة من المحل الذي إن شاء الله يقبلوا مني الناس دي أنا بغالات يعني نعم نعم لكن بفتكر إنه من المدرسة دي طلعوا مثلا ناس أستاذ نسير قدور أستاذ عوض جبريل اللي هم ديل بيعدوا صناع الأغنية كما كان عمر البنا نعم يعني لكن المدرسة دي قدامهم فقط عمر البنا ما في زول بعد ذاك جاء عمل الحاجة دي يعني أي نعم. فده زول بيصنع أغنية بديك لا بالإحنا يعني كل أجهزة بديك لا كده بس تمشي وغانا تغني خش الاستوديو أي عوض جبريل بنفس الفهم نعم يعني نعم. فالمدرسة دي من عمر البنا كده وقصة إنه النسائم الليل النسائم يعني شاعر النسيم ما كان في مشكلة في إنه هو يغني يرسل النسيم في 5 أغنيات ولا 6 أغنيات ما مشكلة ما مشكلة أبدا في شاعر تاني برسل طيور صحيح وفي عيون وفي صحيح يعني عمر بن راشد شاذ في المسألة دي
والواحد يعني بيتشرف غاية الشرف للانتماء للشيخ عمر البنا، وهو صادق في كل ما يقول، يعني حتى يتونس ونس عادي ما عادي. يعني ما حصل كان خلاف، يعني عمر البنا كان عنده كومبرا ومعه أبو صلاح وسرور معه مجموعة تانية، دي من أسباب خلت في غنى يتكرر. يعني مثلا زيدني هجراني، في واحد تاني قال لي يا أخي ما تعمل لي غنى زي زيدني هجراني، قام قال له غبت عن إنساني. نفس اللحن، منافسة. لكن شنو منافسة؟ ما زيدني هجراني هي الأصل، نعم دي اللي أنا بيكون تاني. فقاموا لمجموعاتهم يا أخي مسؤولين غنى زي زيدني هجراني دي، قام كتب لهم غبت عن إنساني. عبد الرحمن الريح تجي في الضواحي من محاسن الطبيعة، نفس العبادي نفس اللحن على الضواحي. لكن هو عنده اعطب عليه، مش اعطب عليه، اعطب عليه ريم. وانا ليه حبيبي يا ناس، انا ليه حبيبي يا ناس. وتجي تلقى ابو صلاح اعطب عليه، نعم ابو صلاح عنده اثنين، عنده اضيع في هواك وخلي العش حرام، الاثنين الاشعار ولحن كروم، الاثنين نفس اللحن حاجه، الاثنين النصين ابو صلاح، نعم واللحن واحد لحن كروم. حرام ما دام الموت، مش كذا؟ خلي العيش حرام اضيع في هواك. سيبني في نيراني، يا نعيم أزماني، يا حياة روحي.
فيه وريد فن برحب بكم من جديد مشاهدي الاعزاء وكل اللي بتابعونا داخل وخارج السودان. لمين الاغنيه دي؟ يعني كلنا تحركنا، عم ادريس وانت وعاصم، وانا متاكد المشاهدين برضو متحركين، وحتى معانا الاخوه عمر كردفان متحرك. كل عارف انا يعني قبل ادريس اخوي، طبعا ادريس اخوي هو عاصم وانا عاصم. نعم. قال كلهم الحقيقه ماخوذ من المديح. الاغنيه دي اصلا ماخوذ من المديح. دي من وين؟ لحنها لا يشبه اي مدحة نهائيا نهائي. يعني حتى انا ممكن اسمع يعني مدحة واخذ منها حاجه على اللحن، لكن
اخذت المود بتاعه هنا من المتحف. نعم. لكني ما عندي علاقه بالمديح نهائي. اللحن ده لحن مميز، لحن متفرز ذاته، وفي كثير جدا. انا سامي الليزي ديني عاصم برضه ما بتيبها المديح. انا غايته شخصيا ضد المقوله دي صراحه، يعني ما انت ما ما افتكر انه ربما يكون التربيه، يعني التربيه بتاعت الايقاعيه ربما. نعم. الشيء لكن اللحن ما عنده علاقه بالمديح نهائي. اللحن دي يعني لما جات الفتره بتاعت الكريد ولا هناك كان الناس بيحلقوا بيطمبروا بس. نعم. يعني الواحد تطمبر ايقاعيه بس ايقاعيه. انا برضو عندي تعليق، يعني اتفضل. انا لا دي شهاده سمعتها من استاذنا عثمان حسين شخصيا، يعني ربنا رحمه الله عليه. حكى لي قصه، انا قصدتي انه اغنيها بالروايه اللي هسه غنيتها دي، لانه دي الاسلوب. يعني عمر البنا ممكن يكون ملحن شاطر، اوكي ملحن جميل ومقتدر وكده، لكن رؤية أستاذنا عثمان حسين الخطة الأغنية دي في القالب اللي احنا غنينا فيه قبل شوية، دي أسلوب، ده أسلوب أستاذنا عثمان حسين. ده أسلوب كده. نعم. ده أسلوبه هو. فقال لي أنا جيت في المسرح وغنيت جزء من دي بتاعت الغنى نادي اسمها زيدني في هجران. انا بالي مع موضوع ثاني. فزيدني في هجران غنيت منها جزء. قال بكره انا قاعد اتصل بي تليفون ابو العزاين. قال له يا استاذ عثمان انا هسه في المكتب في الاذاعه وموجود معاي عمنا عمر البنا. يا سلام. وهو قال ما حيطلع من الاذاعه، ومبارح سمع انك انت قاعد تغني في زيدني في هجراني. قال ما حيطلع في الاذاعه الا تجي هسه وتسجل الاغنيه دي هسه. يا سلام كلام. وقال فعلا ركب من بيته وطلع مشى سجل الاغنيه في 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 الاذاعه. وعمر بنا موجود حتى يعني راجعوها مع بعض، وهو قال لي انا كنت حافظ منها بس جزء بسيط. فتمها له وسجلها في الاذاعه حتى عمر بنا رجع مشى البيت. يا سلام. يعني الكلام ده انا سمعته من منه؟ من استاذ عثمان حسين رحمه الله عليه. ربنا يرحمهم كلهم. عمنا ادريس العاصم ولما نتكلم قبل شويه عن البيئه، يعني ويتكلم لمين عن انه يعني المديح والناس اخذت منه. انا داري اعرف البيئه اللي ادت عمنا عمر الالحان الجميله والكلمات الجميله دي، هو اللي قام من قبله من منه؟ والله شوف، عم عمر اتخذ هذا الاسلوب وهذا النهج وهو لسه طالب في الوسطى، وطلب منه ابوه امشي الكليه الحربيه. فاعتذر، يبقى ضابط هاي. اعتذر. نعم. الوالد مرتبط مع الكليه الحربيه، اضطر يودي علي بديلا عنه. فقال له مبروك على علي، استمر يا ابو المعارف. استمر في نعم. انا ماشي الى الرفاعة وعايش في القسيمة بتاعته ديك مع الزراعة والحاجات اللي هي موجودة من الشيخ عبد الله عمر بنا، وعايش البيئة التي يرودها بنفسه. نعم. اركب القسيمة بتاعته منه مدرمان يهر يمشي لغاية الرفاعة في ليلة واحدة. نعم. يعني مرة على الدفروع كمان. مش سؤال يا معتصم، مش سؤال مدح. سمعته قال لك مرة الدفروع. نعم. السؤال هو مدح بقول لك. هو لمين بيقول لك هو مدح؟ مدح كيف ما مدح؟ ما الأستاذ عبد الرحمن هو و أبو صلاح كذلك. أبو صلاح. هاي. مدحه. هاي. عنده الأستاذ عبد الرحمن في أيام العيد دي في الجزيرة أبا. كان كذا. نعم. طيب من الحاجات الواضحة يعني قبل برضو تكلمنا فيها، في مفردات موجودة بكثرة. يعني ده برضو البيئة والنسيم والحاجات الحلوة دي كان عندها تأثير عليه. كيف ما عندها تأثير؟ كل التأثير أكثر من تأثير. عمر يعني رجل بدوي أساساً، يحب الصيد، يحب الخلا، ولذلك أنت بتلقى يعني في كثير مغناه أغنى النسيم قلت تأثير أغنى الطبيعة. نعم. دي تربيته، وهو مولود في الرفاعة طبعاً. دي لأسرت. أسر في شكل شخصيته يعني. نعم نعم. وعمر غنى يعني في أشياء كثير جداً من ضمن أشياء اجتماعية. يعني عمر بنا غنى للهلال، غنى للمريخ. غنى للبوليس وغنى للجيش. غنى للبوليس وغنى للشرطه وغنى للشباب، يعني حتى الحاجات الاجتماعيه. نعم نعم. بعدين اصلا ما كان يعني مثلا ما كان بيتكلم معك بلغه زي احنا كده. طوالي يقول لك معتصم
المبتسم يعني علوم سجع ونسته كلها سجع. نعم فغنى غنى يعني عنده أنهض الشباب دي فيها تحفيز الشباب ودفعهم للزواج وفيها يعني محاربة للكسل ويعني الاهتمام بالعلم وبالعلماء شغال كلها يعني. نعم غنى للشرطة وغنى للجيش الحارس ما أنه دمنا وغنى لهلال المريخ طبعا كروما سبا كروما كان لعب في هلال ما سبا كروما لذلك عمو كتب له بتاعت هل هلال والأيام صفنه وضع التاريخ للسودان بفنه رياضي كل الأخطار يعرف فنه في خلط شديد جدا بأن الناس بيفتكروا أن الأغنية بتاعت الهلال هلا هي مكتوبة للهلال هي مكتوبة للهلال ما سبق مكتوبة للهلال لا لا القصيدة كتبت لأم كلثوم زيارتها للسودان عام 67 لجمع التبرعات حرب حرب الحرب 67 نعم أول مرة نسمع المعلومة دي يعني الهلال هلا شفنا حبيب من ريد وغير إلا أهلا به الهلال هلا دي لأم كلثوم دي لأم كلثوم الكلام ده نعم كلام عجيب وعمر بنا مش هو يعني محطة بتاع الحقيبة امتد الى الجيل ما بعد الحقيبه لحد رمضان حسني انا عايز تعال سلام نعم. تواصل يعني يعني عنده تواصل يعني عنده ما وقف ما وقف عنده تنوع شديد جدا في حراك يعني حراك لغايه الان يعني يمكن الناس اغنياته هي خالده هنسمع شنو يلا مين انا من الاغاني الاجتماعيه دي غنى للشرطه غنى للجيش نعم. الحارس ما انه دمنا لازم نسمعها طوالي في العياده الجيش والحارس نعم. ما انه دمنا نعم. هي دي كلمات كلمات والحان مربنا الثانيه كلمات هو بتاعت الجمر كثير مشغله في الجمر ليه عمر انت ليه مدحت او غنيت للجيش بعده ما في ثاني فورس اخرى ما ذكرت عليه نعم فهم قال لي ده تقول شنو قلت عايز اقول سيكيورتي فورسز توجذر and why the police love over here نعم نعم كلام كلام عجيب نعم اكيد عمر بن هو يعني وضحك وانبسط جدا فعلا انا فعلا ضبطته ليجيش نعم بس ليجيش what was protecting us all over نعم مدانا مايتي ارمي سوت ذير يا سلام بقول قلت له security forces together and why the police يا سلام كلام عجيب تعرف في جانب ثاني كمان ما ذكرناه ولا انا ادريس اللي هو جانب الفروسيه الرجل كان فارس كان شجاع جدا يعني عنده حاسه مشهوره جدا في رفاعه ايام الدميره بيجي الحطب شايل البحر فيعود كبير جدا جدا فمرقت لها دلبنا جيب لها العود ده بقول له بالنار يعني عندك ما في غاز ما في شيء فالعود تحت تمساح كان شابك وكان رئيس سباح يعني فعام لغايه ما وصل العود ده ومسكه قدر يطلعوا برا لقى التمساح تحت العود لكن التمساح شابك قالوا فما كان الا مسك التمساح ده وعاملوه للبر التمساح بيعوده العود خلاه مسك التمساح التمساح طبعا ما في مقارنه بين القوه بين التمساح وعمر بن يعني نعم. ولكن التمساح في المويه وزنه خفيف زي الطرب فمجرد ما وصل الجيفه التمساح ثبت ولف راجع جدع عمر برا الجيفه جدع برا فملخ يدوه الاثنين نعم. ده ما كده الفوزية قوته يعني في جسمان والناس دي اللي كانوا شافوا مخربش جسمه لغاية ما توفى أضافة المساحة اللي يضعها عليه والرحمة وهنسمع شنو؟ نسمع الحارس مالنا ودمنا الحارس مالنا ودمنا Thank you.
ينشا لهنا الحاج ماله دمنا ريت ينشا لهنا مرحبا بكم من جديد. عمنا ادريس الاغنيه اللي سمعناها هسه او النشيد اللي سمعناها هسه دي كانت 200 والله ما بعيده قريبه هي كانت في 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 العهد بتاع نمير غالبا نعم يعني في الستينات سبعينات في الستينات هاي سبعينات جديده يعني ما قديمه خلاص نعم ما قديمه وعشان كده انا بقول له سكيورتي فورس نسيتهم ليه نعم والبوليس نسيتهم ليه ايوه صح Security forces together and why that police love us for here. نعم. والاثنين عندهم دور كبير جدا مع الجيش. نعم. عنده بتاع البوليس برضو. عنده للبوليس عنده بتاع الشرطة. قال. ودي فيها موثقة هي ذاتها بتاع الجيش دخل كرن بتاع. دخل. هاي مربوطة حرب القلابة. حرب القلابة. نعم نعم. موجودة. نعم. اليمين الفنان لما يغني برضو الغنى الوطني بتديه يعني عنده أبعاد رغم إنه يعني أم عمر. يعني وجدانيا يعني يمكن زي ما قلت انا قبل حتى الان الناس الصغار والشباب وزيدني في هجران اللي اتكلم عنها عاصم قبل شويه يعني يمكن عامله شغل للناس كلهم
الغنى الوطني ده برضو دفع للفنان. تعرف يعني الفنان ده لو ما عنده حس وطني افتكر هو فنان ذاته. نعم. بعدين في وطن كبير وفطن صغير ما دام عندك اسره. نعم. بترعى نفس المراعاه دي. نفس الشيء عندك دين على بلدك. ده كلام صحيح. بلدك برعاك نصري دي واجبات مؤكده يعني. نعم. الا كنا مسودان اصلا يعني. هو يعني وجدانه لا ينفصل عن الشعب. نعم. وهو معبر عن الشعوب ومعبر عن ثقافاته وعن ميوله وعن امزيته. فانت ما بتجي من فراغ يعني. نعم. انت هي كلمه الفنان دي ذاتها صعب جدا مفروض يعني ما يزول المفروض يقولوا له يعني. نعم. يعني بفتكر انه يعني التمييز ما بين المؤدي والمغني يعني والفنان ده فرق كبير جدا جدا يعني. الناس خالطين يعني مش الناس خالطين انا ما اقدر حد ما اقدر اصلح زول يعني. نعم. نعم. لكن بفتكر انه الدرجات دي يعني الاستاذيه وال يعني زيها وزي الحاجات الثانيه بفتكر انه المسائل دي يجب انها تفرض او يعني يتفرض عليها شكل من من الـ من الـ يعني يخلي المجتمع هو اللي يحدد هو اللي يحدد ترى بمسمياتها عندها انت عارف يا اتصم يعني الانتماء ده حاجه ما سهله ما سهله يعني اذكر يعني الحاج محمد الدليم احنا صرفاء عديل فكان ماشي الحج وينزل معي في بيتي ومنا على سنة مهجرات وصار معه زوجته. وهو ماشي على المطار بردت في الشنطة شايف لك درابة كبيرة كده قاعدة في الشنطة. قلت له حاج محمد عرفنا حاج محمد حاج محمد محمد ما بقول نازل. الهدوم دي عرفنا الدرابة دي شنو؟ شايلة دي. قال لي والله الدرابة أنا خايف أمشي الحاج هناك شوف زول مثلي يعني بيطلع قبل الرسول يعني خايف أناكر قال لي. يا سلام. بحسب اني ناكرت بقوم بشمها شوف اناكر شو دي شو مدى الانتماء ده اناكر دي يعني هو داير ريحه البلد بالضبط كده هو ما يعني تحصل لك تغيرات يعني بعد ما يصل هناك يشوف العمارات ويشوف يحصل لك تغيرات غير هو حتى صحيه يعني تذكر فيقوم يشمها تخشول شو مدى الانتماء ده وجاب الدرابه دي موطر الصغير دي يمكن رجعتنا لكلام عاصم قبيل ومدور وعوده يعني هو شوف قاعد هنا ومدور ما زادوا مسائل فيها شو ايوه مسائل هنا جاي موطن الصغير المنطقه اللي عايش فيها نعم مش السودان يعني اساس المنطقه شايل درابه من نهر كلام عجيب شوف مدى الانتماء ده كيف يعني انتماء لابد الفنان يكون عنده فعلا دي حاجه موجوده في نفس كل السودان احنا مثلا السودان ما بنيبها لنا صراحه بس انت من الحلال جيت معك درابه درابتين معي صاحبي عازف اللقاء عباس 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 الحلاوي ما حلاوة ها اللي قال لك عباس يا ما حلاوة ما دراوة يعني الحلاوي حلاوة نعم عم بجلس احنا دارين نشوف يعني قبل ما نسمع اغنية اخيرة دارين نشوف عمان عمر وزمان في امسيات وفي وجوده في مدرمان كان يومه كيف والله بغاية البساطة وطبعا الحفلات بتاخذ منه السهر وبنوم بنهار كثير نعم لكن أمسياته كلها مع أصحابه نعم ومعظمهم النوعية بتاعت أولاد شنبان كرومة وأصحابه في الأيام الأخيرة عبد العزيز داود يا سلام لغاية ما أخذ منه كثير كثير جدا من أغانيه وسجل لي عبد المجيد بحسه عندنا احد الاذاعه وانا كنت مسؤول في الوقت ذاك في الاعلام بين الاذاعه وبالضبط حقيبه الفن دي كلها انا كنت السكرتير بتاعها حتى انا اشرت بانه لابد للحقيبه دي يكون فيها ود الرضي وعبيد عبد الرحمن هو زعل مني جدا قال لي ليه يا ابي عبد الرحمن قلت له عشان كان اقول عمر البنا مش عيب ايوه نعم يجي بعدين يقول له ده زولو متحيز زولو نعم زولو نعم فسكتوا ما قدرت اتكلم ثاني نعم نعم البيئه اللي كان قام فيها هي بيئه مش سهله ابدا نعم ويعني نحن يعني نشكر الله ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل عمر البنا بهذه الصفة وأعطانا الكثير الكثير ما أعطاه للآخرين أبدا
والأسرة بتاعته كان طول الوقت مربوطة بها أما وأبا وأختا وحما وأخا، ما في واحد مختلف. نعم الحمد لله. نحن والشيخ البنا وماتنا كثيرات. نعم الحمد لله. لكن كلنا فئة واحدة لا نختلف من بعضنا البعض، لأنه الحياة اللي شفناها عندهم الاثنين نعم هي هكذا. أنا بحييك كثير جدا وبشكرك كثير جدا عمنا إدريس، وشرفتنا الليلة بالكلام الطيب والجميل، وطبعا حنلتقي في حلقة ثانية. أنا بحييك كثير. شكرا وبشكرك كثير. لمين انا برضو بحييك وبشكرك، وانت كنت معنا الليله وحنستمر لانه حقيقه الدمعين لا ينضب. والله كنت خير ترى البناوي، يعني حق ما تشكرني احنا نشكرك انت. نعم انا بحييك وافتخر والله حقيقه افتخر بهذه الاسره الكبيره والعريقه. عاصم وانت طبعا حتختم لنا والاغنيات الجميله، والله الزول ما بيشبع منها. والله يا اخي يعني احنا ذاته الليله انت احنا عندنا لما زي دي كل جمعه نعم. في ود البنا دايرين نشوفك في احلى الجمعه. شوف شنو في الاغنيات يوم الجمعه نشوفك تجيب يا غادي يعني. جدا لما على اهلك دي. لكن الدنيا اغنيه الليله جلستنا معاكم في الشروق دي هي اشبه بجمعه واشبه بلمتنا في البيت ولمتنا مع مدريسه اللي بنلاقيه برضه كل اسبوع وكذا. انا بختار لكم اغنيه، هو طبعا عمر البنا ملقب بشاعر النسيم. ملقب بشاعر النسيم، لكن الاغنيه دي بالذات يعني عندها عالم ثاني. كيف؟ قال جننني نغمات القمر يوزك خلني محتار في أمري. في أمري نعم. يعني أول مرة ما يرسل النسيم يعني. المرة دي فيها جين. جننني. الأغنية دي يعني بالمناسبة برضو في حاجة تانية بسيطة. اللي هي؟ إنه أنا بفضل والله يا ريت عملوا ختمنا ب يعني احنا تكلمنا هسه عن الغنى. جد عمر عنده دوبيت. عنده دوبيت نعم. ولا مين بيحب الدوبيت؟ اي نعمل حاجه صغيره كده قبل الاغنيه. قبل الاغنيه جدا يا ريت نسمع حاجه ممكن هاي بيتين كده في نفس السلم بتاعنا وتقوم رياضه. يا ريت نسمع حساب السلم بس كده. نعم يا ريت. وماني اللفزر الفجارة كاس لضريبته ماني إلى بيوت الناس بتابك أشيشته بس ترحاني لما الراس تعم وغريبته. ماني ولاد بيوت الناس ولا ريبت ماني اللبزر الفجار كاسر ضريب بس ترحالي ماني الدقدق خلف البيت شغلتي حليب وقالي بسرج ديما وعواتني العمر اللي بيجيب من الملامة قريب ما بدنيه خير يا الجميل جننني نغمات القمر وخلني محتار في أمري من بعده
حسنه وعفاف الفطر لو مر نسيمه للحمل العطري يحيي الأرواح أضحت في خطري نني نغمات القمر فطري لو مر نسيم للحبل العطري وحل أطحت في خطري مشاهدي الاعزاء استمتعنا بهذه الاغنيه الجميله الرائعه. وانا قبل ما اختم عاصم يمكن دي من اخر الاغنيات اللي غناها عمنا عمرو البنا. نقدر نقول اخر مواجهه كمغني بينه وبين الجمهور في المسرح القومي سنه 79 في المهرجان الثقافه الاول. نعم. تقريبا هو غناها بنفسه في المسرح القومي جنن نغمات القمر. نعم حقيقه طبعا برضو فيها برضو جاء فيها نسيم. انا قلت لك ما فيها نسيم لقيت قمري ونسيم حبيبه. انا حقيقه سعيدة جدا في هذه الحلقه. بشكر كثير عمنا اللي سبنا. شكرا لك كثير. اشكرك بارك الله. اهلا ومرحبا بك. وبشكر عاصم شكرا كثير. سعيدة بك. شكرا لكم. الاخ الامين بشكرك وسعيدة بك. اشكرك شكرا جزيلا. والفرقه الموسيقيه لابد الامين احنا نشكرها والله. هم دي طبعا دائما مبدعين يعني صراحه. نعم مبدعين دائما هم وراء كل هذا العمل الجميل يعني. نعم كل الشباب نحن بنحييهم. ولكن بقول لاخونا كردفاني المره الجايه ان شاء الله حغني انا يعني. يمكن حيكون عندنا المره الجايه ان شاء الله مشاهدي الاعزاء والسهره القادمه الاسبوع القادم. استمتعنا بهذه السهره الجميله واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا من هذا المعين الذي لا ينضب. وحتى نلتقي في السهره القادمه لكم دائما اهل تحيه.